السلام عليكم. اليوم جيت نقدم لكم الكريم كراميل اللي كيطيب في الفران بالبيض. شفتوا كيفاش كيجي؟ صباح الخير عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. اليوم جيت نقدم لكم الفلون كراميل، الفلون اللي كيطيب في الفران في حمام مريم. غادي نبداو بالكراميل إن شاء الله. هذا هو القياس ديال المول اللي غادي ندير. هنا غادي نبدا بالكراميل، عندي فيها 4 ديال المعالق ديال سنيده، وغادي نشعل عليهم ونخليه صافي، ونخليه حتى يتكراميليزا. هاهو هنايا شفتوه بدا كيولي الكراميل. غادي نبقاو نحركوه حتى سنيده تذوب كلها وتولي عندنا هاد الكراميل ما بقاوش فيها الحبيبات، وديك الساعه غادي نعرفوها راها وجدات. شفتو بحال هكذا، ها هي ما بقاوش الحبيبات. هنا هي دايره وجدات، غادي ناخذوها ونخويوها نيشان في المول ديالنا. باش تبرد لينا هي صافي، وغادي نخليوها جانبا. دابا غادي نخليوها تبرد بيد ما نوجدو الفلون ديالنا. دابا غادي ندوزو نوجدو الفلون ديالنا. عندنا 5 البيضات، عندنا 5 المعالق ديال سنيده، و 5 ديال الكيسان ديال الحليب ما يكونوش عامرين، واحد فاني. هاد القياس كيف تقدروا ديروه في المول الكبير، كيف تقدروا ديروه في لي مول صغيرين اللي كيدخلوا الفران. بسم الله، غادي نبدا. اول حاجه غنبدا بها هي الحليب، 5 الكيسان ديال الحليب غادي نسخنوهم. وغادي نديروه فوق النار حتى يدفى لينا مزيان. صافي، هنا غادي نخليه حتى يسخن لينا، وغادي ندوزو نبداو الخليط ديالنا اللي غادي نديرو فيه واحد القبيصات الملحه، 5 ديال البيضات، و 5 المعالق ديال سنيده، وواحد فاني. صافي، وغادي نخلطو العناصر كلها مزيان حتى ما تبقاش سنيده حبيبات. نخلطو بهذا التراب، ولا نديرو تراب كهربائي باتور. هنا من بعد ما خلطنا البيض ديالنا مزيان، هنا البيض الحليب راه طفيت عليه، غادي نبقى نزيدو تدريجيا على هذا الحليب حيت سخون باش ما يطيبش لينا البيض ديالنا. انا كنخوي وانا كنحرك. نكملوا الكميه ديال الحليب ديالنا كلها. هنا
صافي من بعد ما كملنا الكميه كلها شفتوا البيض والحليب وسنيده ولافاني. ودابا غادي نخويوها في المول ديالنا اولا في الكويسات اللي كيدخلوا الفران على حساب الرغبه ديالكم. صافي فوالا بسم الله. شفتوا الخليط كيفاش كيجي؟ هو هذا شفتوا كيفاش كيجي. دابا غادي ندير حمام مريم، غادي ندير المقلاة تقيلة ديال الرغايف ندير فيها الماء ونخشيها في الفران. صافي غادي نشدو وغادي نغطيو. صافي وندخلوه الفران في حمام مريم، غادي نوريكم كيفاش. بهذه الطريقه كنديروا المقله ثقيله اللي كنطيبوا فيها الرغايف، كنديروا فيها الماء ونحطوا فوق الفلان ديالنا. صافي ونسد عليه ونرجع نكمل معكم من بعد ما يطيب ليا الفلان ديالي. ها هو حيدنا ليه الغطاء باش يتحمرنا شويه من الفوق. هنا من بعد ما تكراميليزا صافي غادي نطفيو الفران ديالنا ونخليوه يبرد وندخلوه الثلاجة وعاد نرجع معكم نوريكم النتيجة النهائية. دابا غادي نقطعو باش تشوفو. بسم الله شفتو كيفاش كيجي؟ ها هو. وتقدروا تهزوا بمعلقة لاصوص كراميل ديالو وتقدموه وبالصحة والراحة.